في الأشاعرة من قد عرفوا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولهم من المؤلفات النافعة الدالة على قبول الله لها شيء كثير. ولنضرب مثلا بالشيخ النووي رحمه الله. النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات، لأنك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات، لكن الرجل له من المقامات الحميدة والآثار الجليلة ما عز أن يوجد لغيره، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغة ولا في رجال الحديث. ثم إن علامة القبول أن مؤلفاته نعم منتشرة مقبولة، يقرأ الصغير والكبير. الأربعون النووية قل صغير من المسلمين إلا حفظه. رياض الصالحين يقرأ في كل المساجد. شرح المهذب مرجع، صحيح مسلم شرح مرجع أيضا. طيب نقول الآن أبو الحسن الأشعري رحمه الله هل يعتقد أنه معصوم من الخطأ؟ أبدا، بل يرى أنه عرضة للخطأ وأن قوله ليس حجة على غيره. وهكذا كل إنسان يعرف قدر نفسه ويضعها موضعها ويتواضع لله وللحق وللخلق ينال بذلك الرفعة. من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وهم لم يكونوا أئمة إلا بهذا، حين عظموا الكتاب والسنة وصار مرجعهم واختلط حب الكتاب والسنة بدمائهم صاروا أئمة. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه أي إلى الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي.